معالي رئيس لوك سابها شري اوم برلاجي نائب رئيس راجيا سابها شري هري ونش جي أعضاء البرلمان المحترمين جميع كبار الممثلين العامين الضيوف الكرام جميع الشخصيات الأخرى وأبناء وطني الأعزاء في رحلة التنمية لكل أمة لحظات تخلد إلى الأبد بعض التواريخ تحفر توقيعا لا يمحى على جبين التاريخ اليوم 28 من مايو 2023 هو إحدى هذه المناسبات الميمونة تحتفل البلاد بأمرة مهوتساو بمناسبة مرور 75 عاما من استقلالها لقد قدم شعب الهند ديمقراطيته بهدية مبنى البرلمان الجديد هذا في هذا أمر مهوتساو أقيم دعاء لجميع الأديان في صباح اليوم في مجمع البرلمان أهنئ جميع أبناء البلاد على هذه اللحظة الذهبية للديمقراطية الهندية أيها الأصدقاء هذا ليس مجرد مبنى إنه انعكاس لتطلعاتي وإحلام 1400 مليون هندي هذا ليس مجرد مبنى إنه انعكاس لتطلعات وأحلام 1400 مليون هندي هذا هو معبد ديمقراطيتنا الذي يعطي رسالة عزم الهند الراسخ للعالم وسيثبت هذا المجلس البرلماني الجديد أنه حلقة وصل هامة تربط الخطط بالواقع والسياسات بالتنفيذ وقوة الإرادة بقوة العمل والتصميم بالنجاح سيكون هذا المبنى الجديد بمثابة وسيلة لتحقيق أحلام مناضلينا من أجل الحرية سيشهد هذا المبنى الجديد فجر آتمانيربر بھارت الهند المعتمدة على الذات سيشهد هذا المبنى الجديد تحقيق تطلعات الهند المتقدمة هذا المبنى الجديد هو أيضا تمثيل مثالي لكل من التعايش الحديث والقديم أيها الأصدقاء لا يمكن إنشاء نماذج جديدة إلا من خلال السير في مسارات جديدة اليوم
تضع الهند الجديدة أهدافا جديدة وتسوغ مسارات جديدة. هناك حماسة جديدة وتحمس جديد، هناك رحلة جديدة ومنظور جديد، الاتجاه جديد والرؤية جديدة، العزيمة جديدة والثقة جديدة. واليوم ينظر العالم بأسره مرة أخرى إلى الهند وتصميم الهند وبراعة شعب الهند وروح الشعب الهندي بشعور من الاحترام والأمل. عندما تتقدم الهند يتقدم العالم. لن يشير هذا البرلمان الجديد إلى تنمية الهند فحسب، بل يدوي أيضا الدعوة إلى التقدم العالمي. أيها الأصدقاء، في هذه المناسبة التاريخية تم إنشاء السنغول المقدس أيضا في هذا المبنى الجديد للبرلمان قبل حين. كان السنغول يعتبر رمزا لمسار الواجب والخدمة والأمة في إمبراطورية تشولا العظمى. وأصبح هذا السنغول رمزا لنقل السلطة تحت إشراف راجاجي وحكماء أدينام. كان قديسو أدينام الذين جاءوا بشكل خاص من تاميل نادو حاضرين في مبنى البرلمان هذا الصباح ليباركوننا. أنحني لهم بكل احترام مرة أخرى. تم إنشاء هذا السنغول المقدس في لوك سابا تحت إشرافهم. في الآونة الأخيرة شاركت وسائل الإعلام الكثير من المعلومات المتعلقة بتاريخها، لا أريد الخوض في تفاصيله، لكنني أعتقد أنه من حسن حظنا أننا تمكنا من استعادة مجدي وكرامتي هذا السنغول المقدس. وكلما بدأت الإجراءات في مبنى البرلمان هذا سيستمر هذا السنغول في إلهامنا جميعا. أيها الأصدقاء، الهند ليست دولة ديمقراطية فحسب، بل هي أيضا أم الديمقراطية. اليوم الهند هي أيضا قاعدة رئيسية للديمقراطية العالمية. إن الديمقراطية ليست مجرد نظام لنا، بل هي أيضا ثقافة وفكرة وتقليد.
تعلمنا الفيداس المثاليات الديمقراطية لساباس وساميتيس. نظام غاناس والجمهوريات مذكور في نصوص مثل ما بهارتا لقد عشنا من خلال جمهوريات مثل ويشالي. لقد اعتبرنا أنو بهو مانتبا للورد بسويشورا. لا يزال نقص 900 من الميلاد الموجود في تاميل نادو يدهش الجميع. ديمقراطيتنا هي مصدر إلهامنا ودستورنا هو تصميمنا. برلماننا هو أفضل ممثل لهذا الإلهام والقرار. وهذا البرلمان يعلن الثقافة الغنية التي تمثلها البلاد في شكل هذا يعني أن الشخص الذي يتوقف حظه أيضا، لكن الشخص الذي يستمر حظه يتقدم يمس ارتفاعات جديدة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يستمر. بدأت هندنا رحلتها الجديدة بعد أن خسرت الكثير بعد العبودية. لقد مرت تلك الرحلة بالعديد من الصعود والهبوط وتغلبت على العديد من التحديات ودخلت الآن العصر الذهبي للاستقلال. هذا عصر الاستقلال الذهبي هو العصر الذهبي لصياغة أبعاد جديدة للتنمية مع الحفاظ على التراث. هذا العصر الذهبي من الاستقلال هو العصر الذهبي لإعطاء اتجاه جديد للبلاد. هذا العصر الذهبي من الاستقلال هو العصر الذهبي لتحقيق أحلام لا حصر لها وتطلعات لا تعد. نداء هذا العصر الذهبي هو الوطن الأم الحر يستحق قيما جديدة. بالنسبة للمهرجان الجديد نحتاج إلى أرواح جديدة. بينما يتم غناء أغنية جديدة نحتاج إلى لحن جديد. بالنسبة للمهرجان الجديد نحتاج إلى أرواح جديدة. ولذلك يجب أن يكون مكان العمل هذا الذي سيجعل مستقبل الهند مشرقا مبتكرا وحديثا بنفس القدر. أيها الأصدقاء، كان هناك وقت كانت فيه الهند تعد من بين أكثر دول العالم ازدهاراً وروعة. أعلنت الهندسة المعمارية الهندية خبرة الهند من مدن الهند إلى القصور ومن المعابد الهندية إلى المنحوتات. من تخطيط المدن لحضارة السند إلى أعمدة موريا والطبات ومن المعابد الرائعة
التي بناها تشولا إلى الخزانات والسدود الكبيرة. أذهلت براعة الهند المسافرين من جميع أنحاء العالم. لكن مئات السنين من العبودية سلبت منا هذا الفخر. كان هناك أيضا وقت بدأنا فيه مفتونين بالإنشاءات في البلدان الأخرى. الهند الجديدة في القرن الحادي والعشرين، الهند المليئة بالروح العالية. تترك وراءها عقلية العبودية. واليوم تحول الهند مرة أخرى هذا التيار المجيد من العصور القديمة نحو نفسها، وأصبح مبنى البرلمان الجديد هذا رمزا حيا لهذا الجهد. اليوم كل هندي مليء بالفخر وهو ينظر إلى مبنى البرلمان الجديد. هذا المبنى له تراث وكذلك هندسة معمارية. هناك فن وكذلك مهارة في هذا المبنى. هناك ثقافة فيه وكذلك صوت الدستور. يمكنك أن ترى أن الجزء الداخلي من لوك سابا مبني على الطاووس الطائر الوطني. الجزء الداخلي من راجيا سابا مبني على اللوتس الزهرة الوطنية. وشجرتنا الوطنية بانيان موجودة أيضا في مبنى البرلمان. وقد استوعب هذا المبنى الجديد تنوع أجزاء مختلفة من بلادنا. تم استخدام الجرانيت والحجر الرملي الذي تم إحضاره من ولاية راجستان فيه، العمل الخشبي من ولاية مهاراشترا. قام الحرفيون بنسج السجاد يدويا في بدوهي في ولاية اتر برادش. بطريقة ما سنرى روح الهند الواحدة، الهند الممتازة في كل جسيم في هذا المبنى. أيها الأصدقاء، ونعلم جميعا مدى صعوبة قيام الجميع بعملهم في مبنى القديم للبرلمان. كانت هناك مشاكل تتعلق بالتكنولوجيا وكذلك بترتيبات الجلوس على مدى العقدين ونصف العقد الماضيين. كانت البلاد تناقش باستمرار الحاجة إلى مبنى جديد للبرلمان، ونحتاج أيضا إلى التفكير في أين يجلس الناس عندما يزداد عدد المقاعد وسيزداد عدد أعضاء البرلمان في المستقبل القريب. ولذلك كانت حاجة الوقت إلى بناء مبنى جديد للبرلمان. ويسعدني أن أرى أن هذا المبنى الرائع مجهز بمرافق حديثة
كما ترون يدخل ضوء الشمس مباشرة إلى هذه القاعة حتى في هذه اللحظة. تم الاعتناء الكامل على إضمان تقليل استهلاك الكهرباء إلى الحد الأدنى، وهناك أدوات مزودة بأحدث التقنيات في كل مكان. أيها الأصدقاء، هذا الصباح أتيحت لي الفرصة للقاء مجموعة من العمال الذين ساهموا في بناء مبنى البرلمان هذا، كما وفر مبنى البرلمان هذا فرص عمل لحوالي 60,000 عامل. لقد بذلوا عرقهم وعملهم الشاق في بناء هذا الهيكل الجديد. يسعدني أن أرى أنه تم إنشاء معرض رقمي مخصص في البرلمان لتكريم عملهم، والذي ربما يكون الأول من نوعه في العالم. الآن أصبحت مساهمتهم في بناء البرلمان خالدة أيضا. أيها الأصدقاء، إذا قام أي خبير بتقييم السنوات 9 الماضية فسوف يجد أن هذه السنوات 9 كانت تدور حول الإنشاءات الجديدة ورفاهية الفقراء في الهند. اليوم نحن فخورون ببناء مبنى البرلمان الجديد، لكنني راض أيضا عن بناء 40 مليون منزل للفقراء في السنوات 9 الماضية. عندما ننظر إلى هذا المبنى الرائع ونرفع رؤوسنا عاليا، أشعر بالرضا أيضا عن بناء 110 ملايين مرحاض في السنوات 9 الماضية، التي حمت كرامة المرأة وجعلتها ترفع رؤوسها عاليا. وبينما نناقش المرافق في مبنى البرلمان هذا، اليوم أشعر بالرضا لأننا أنشأنا أكثر من 400 كيلومتر من الطرق لربط القرى في السنوات 9 الماضية. عندما ننظر إلى هذا المبنى الصديق للبيئة ونشعر بالسعادة، أشعر بالرضا لأننا قمنا ببناء أكثر من 50,000 خزان مياه أمل السروورز لتوفير كل قطرة ماء. بينما نحتفل ونفرح بلوك سابها وراجيا سابها في بناء البرلمان الجديد هذا، أشعر بالرضا لأننا قمنا أيضا ببناء أكثر من 30,000 مبنى جديد لمجلس القرية في البلاد. وبعبارة أخرى، من مباني مجلس القرية إلى مبنى البرلمان يظل إخلاصنا كما هو، ويظل إلهامنا دون تغيير. تنمية البلاد مرادفة لتنمية شعبها. أيها الأصدقاء، لعلكم تذكرون أنني قلت هذا هو الوقت المناسب عندما خاطبت الأمة من أسوار القلعة الحمراء في 15 أغسطس. يأتي وقت في تاريخ كل بلاد عندما يستيقظ وعي البلاد من جديد بالتفكير في السنوات 25 التي سبقت الاستقلال، وهي الفترة التي سبقت عام 1747
حدثت فترة مماثلة غرست حركة غاندي جي عدم التعاون الثقة في الأمة بأكملها. ربط غاندي جي كل هندي بالعزم على الحكم الذاتي. لقد كان الوقت الذي كرس فيه كل هندي نفسه بكل إخلاص لقضية الاستقلال، وشهدنا نتيجة ذلك في حرية الهند في عام 1747. هذا العصر الذهبي من الاستقلال هو أيضا معلم هام في تاريخ الهند. بعد 25 عاما من الآن ستحتفل الهند بمرور 100 عام على الاستقلال. لدينا أيضا 25 عاما من العصر الذهبي أمامنا. هدفنا هو جعل الهند دولة متقدمة من خلال العمل معا في هذه السنوات 25. الهدف طموح والمسار صعب، لكنه يتطلب من كل مواطن الالتزام بكل إخلاص واتخاذ مبادرات جديدة واتخاذ قرارات جديدة واحتضان زخم جديد. ويشهد التاريخ على حقيقة أن اعتقاد الهنود لا يقتصر على الهند وحدها. لقد أشعل النضال من أجل استقلالنا وعيا جديدا في العديد من البلدان حول العالم، ومن خلال كفاحنا من أجل الاستقلال لم تحصل الهند على الحرية فحسبه، بل ألهمت أيضا عدة دول على طريق الحرية. دعم اعتقاد الهند اعتقاد الدول الأخرى ولذلك عندما تتحرك بلاد متنوعة مثل الهند بعدد سكانها الهائل وتحدياتها العديدة إلى الأمام بثقة، فإنه يعمل أيضا كمصدر إلهام للعديد من البلدان حول العالم. سيصبح كل نجاح للهند سببا للإلهام كمركز للنجاح لمختلف البلدان في أجزاء مختلفة من العالم في الأيام القادمة. وإذا تمكنت الهند من القضاء على الفقر بسرعة اليوم فإنها توفر أيضا مصدر إلهام للعديد من البلدان للتغلب على الفقر. وسيصبح القرار للهند المتقدمة مصدر قوة للعديد من الدول الأخرى، ومن ثم تصبح مسؤولية الهند أكبر. وأيها الأصدقاء، الشرط الأول للنجاح هو الاعتقاد بالنفس. هذا البرلمان الجديد سيرفع هذا الاعتقاد إلى ارتفاعات جديدة، وسيكون مصدر إلهام لنا جميعا في بناء الهند المتقدمة. سوف يوقظ مبنى البرلمان هذا الشعور بالواجب في كل هندي، وأعتقد أن الممثلين الذين يجلسون في هذا البرلمان سيسعون جاهدين لإعطاء
اتجاه جديد للديمقراطية بإلهام متجدد. يجب أن نتقدم بروح الأمة أولا. إدم راشتراي إدم نمبا. يجب أن نعطي الأولوية لمسؤولياتنا. يجب أن نكون قدوة من خلال سلوكنا. يد يدا چرتي سريشتا تت ديو اتروجنا. يجب أن نسعى باستمرار لتحسين الذات. يجب أن نخلق طريقنا الخاص. يجب أن نضبط أنفسنا ونتأمل ونمارس ضبط النفس. يجب أن نجعل رفاهية الناس شعار حياتنا. وعندما نؤدي مسؤولياتنا بأمانة في مبنى البرلمان الجديد هذا، سيجد مواطن البلاد أيضا إلهاما جديدا. أيها الأصدقاء، سيوفر هذا البرلمان الجديد طاقة وقوة جديدة لأكبر ديمقراطية في العالم. لقد جعل عمالنا هذا البرلمان رائعا بعملهم الجاد وعرقهم، والآن تقع على عاتقنا جميعا نحن البرلمانيين مسؤولية أن نجعل الأمر أكثر مقدس بتفانينا. كأمة فإن تصميم جميع الهنود البالغ عددهم 14 مليون، وهو قوة الحياة لهذا البرلمان الجديد. كل قرار يتم اتخاذه هنا سيشكل ويزين القرون القادمة. كل قرار يتم اتخاذه هنا سيمكن الأجيال القادمة. كل قرار يتم اتخاذه هنا سيضع الأساس لمستقبل مشرق للهند. هذا هو المكان الذي يمر فيه الطريق إلى تمكين الفقراء والداليت والمجتمعات المهمشة والمجتمعات القبلية وذوي القدرات المختلفة وكل أسرة محرومة. كل لبنة وكل جدار في مبنى البرلمان الجديد هذا مكرس لرفاهية الفقراء. على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة ستحول القوانين الجديدة التي تم سنها في مبنى البرلمان الجديد الهند إلى دولة متقدمة. ستساعد القوانين التي تم سنها في هذا البرلمان على التخفيف من حدة الفقر في الهند. ستخلق القوانين التي تم سنها في هذا البرلمان فرصا جديدة للشباب وتمكين المرأة. وأعتقد أن مبنى البرلمان الجديد هذا سيكون بمثابة الأساس لإنشاء الهند الجديدة. ستكون الهند مزدهرة وقوية ومتطورة، تلتزم بمبادئ السياسة والعدالة والحقيقة والكرامة والواجب. أتقدم بأحر التهاني القلبية لجميع مواطني الهند على افتتاح مبنى البرلمان الجديد. شكراً.